الله يقويكم يا شيخ خالد. يا مرحبا، حياك الله. الله يبقيك ويسلمك ويعينكم ان شاء الله. هباك تعرفنا عن وقف الابرار. طيب، وقف الابرار هو وقف جمعيه الابرار الاول، وريع هذا الوقف بحول الله وقوته سيكون للارامل والمطلقات والايتام، ونخدم اكثر من 10,000 اسره. يا عموره وش عندك؟ الله يبارك فيك. الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. رقم سجلوا رقم 1، وعقبال ما يحطوا الرقم 100 ويكتمل الوقف هذا على يدينكم بإذن الله. يعود ريع هذا الوقف بإذن الله لأكثر من 800 يتيم، منهم 50 يتيم من أبناء شهداء الواجب بإذن الله. يستاهلون، وأبناء شهداء الواجب لهم علينا حق كبير. أحد الأيتام والمستفيدين من الجمعية. كيف أبدأ تقديم حفل تشييع هذا المشروع العظيم؟ أتكلم عن المشروع أم عن نحن المستفيدون منه؟ نحن اليتامى الفقراء وأراملنا الغاليات، لا تتعاطفوا معي ومعنا، فنحن أقوياء ولنا طموحات كبيرة، وإن كان فقد والدينا صعب، لكن يكفينا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم يتيم الأبوين. صحيح قد نحتاج لشيئا من المأكل والمشرب والمسكن والعون، حتى إذا اشتد ساعدنا شيدنا وطننا وخدمنا مجتمعنا. رحم الله والدين واسكنوا فسيح جنات، وشكر الله لكم وقفتكم معنا، ونعدكم أن نكون أقوياء مخلصين للدين وطننا. خير بداية آيات من الذكر الحكيم، يتلوه على مسامعكم اليتيم مالك متعب المالكي. الله يرحم والدينكم إن شاء الله ويسكنوا فسيح جنات. إن أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. الشهيد على وكلي عزة، يا سائلي عمن أكون ومن أنا. إن الشهيد سما لا يلقى ربه، وبكت مفاخره ثناء بيننا. ذا موتني أفديه مثلك يا أبي، وأموت دون لوائه ذا فخرنا. قاداته حفظوك في تاريخهم، دفن الحياة وبذلهم لا ما فنا. يتسابق الأبرار نحو رعايتي، فالكل إخواني وآبائي هنا. جمعية الأبرار دمتم مشعلا بالخير وهاجا، ودمتم مسكنا. اللهم صل على صح لسانك، والله اخوانك ونعينكم ونعاونكم ان شاء الله. الحمد لله وكفى، ثم الصلاه على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه ومن بهديه اكتفى. اما بعد، الاخوه الافاضل مؤثري منصات التواصل الاجتماعي، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يطيب لنا في جمعيه الابرار الخيريه الطائف في هذا اليوم المبارك من هذا الشهر المبارك أن نرحب أجمل ترحيب بضيوفنا الأكارم من صناع المحتوى الهادف وروانه في منصات التواصل الاجتماعي وبمتابعيهم الكرام. أجمل ترحيب على تلبية دعوتنا لمشاركة أبنائنا الأيتام وأبناء شهداء الواجب والأرامل والفقراء فرحتهم بتنشين حملة وقفهم الخيري الأول، والذي يعود ريعه لكفالة الأيتام من أبناء شهداء الواجب، وأيضا تلمس حاجاتهم ورعاية ومعونة الأرامل والفقراء من مستفيدي الجمعية. شاكرين ومقدرين لكم، تكبد أعباء السفر ومشقة الصيام، وسائلين الله أن يكتب لكم الحسنات ويرفع لكم الدرجات. أصحاب الأيادي البيضاء، إذا تحدثنا بلغة الأرقام فإن الجمعية قدمت خدماتها لأكثر من 10,000 أسرة فقيرة، ووفرت لهم أسباب الحياة الكريمة من مسكن ومطعم وتأهيل، كما قدمت خدماتها لأكثر من 800 يتيم ويتيمة، وأكثر من 900 أرملة، وما يزيد أيضا عن 50 طفلا من أبناء وبنات شهداء الواجب الذين ضحوا بأنفسهم من أجل حماية أرضنا ومقدساتنا. رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. ضيوفنا الكرام، بعد حفلنا هذا سيكون هناك لنا جميعا وقفة على أرض الوقف لتدشين الحملة على الواقع.
والتعرف بشكل أكبر على الوقف وطبيعته ومساحته وتكلفته وجميع التفاصيل الخاصة به، فكونوا على الموعد. وقف الأبرار الأول يا جماعة الخير، نحتاج وقفتكم ودعمكم، وحنا كلنا البعض، ولا فيها إلا الشيء اللي تقدمه والأرامل وتخدم إخواننا الفقراء والمساكين، ولا نقص مالا من صدقة. كل شيء تدفعه في الشهر الكريم هذا بتلقى استجابته من الله في القريب العاجل يا جماعة. ما نقص مالا من صدقة، ريال واحد بل اللي تجود به نفسك راح تلقاه، أما دفع عنك بلا ولا زاد بركة في مالك ولا عوضك الله خيرا منه. الأول، الجمعية قائمة على أكثر من 10,000 أسرة، وأيضا قائمة على أكثر من 800 يتيم، ومن هؤلاء الأيتام 50 من أبناء أعداء الواجب الذين يمثلون بعضهم أمامكم. نتمنى أن يمدوا يد الرحمة والشفقة والإحسان إلى جمعيتنا ولا هؤلاء الأبناء من أجل إتمام هذا الصرح الخيري. وأيضا جمعية الأبرار حصلت في الحوكم ولله الحمد على درجة امتياز، وهي مصرحة من الدولة ومن الجهات الرسمية ولله الحمد والمنة، ومن الجمعيات التي يشار لها بالبنان في محافظة الطائف ولله الحمد، ولها عناية ولها تقدير من المسؤولين في الدولة ومن الحكومة، جزاهم الله خيرا.